وإلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ناقش برنامج نبض البلد أمس المنخفض الجوي الأخير أليكسا وتداعياته، حيث استضاف البرنامج كل من المهندس فوزي مسعد من أمانة عمان والمهندس علي الحديد من نقابة العاملين في شركة الكهرباء، وأيضا المتنبئ الجوي الزميل محمد الشاكر من موقع طقس العرب. خلال الحلقة تحدث الشاكر عن انشغال الجهات الرسمية بمهاجمته ووصفه بالهاوي بدلا من الاهتمام بالظروف الجوية وتحذير المواطنين من تداعياتها والتي لم تنحصر في انقطاع الكهرباء كما لاحظنا خلال اليومين الماضيين. خليل وهاب تحدث إلى رؤية عن الشاكر قائلا بتغريدة: صراحة الموضوع واضح، وحتى أتجنب السلبيات التي تأصلت ما بقدر إلا أقدر دوركم الواضح في دعم مواهب وقدرات الأردنيين وبكل المجالات. بينما قال حسن حمد معلقا على كلام الشاكر في نبض البلد قائلا: محمد الشاكر يتحدث على الهواء عما يقوم المسؤولين به من هجمات ضد شخص الذي يعمل بجد وأخلاص خدمة للوطن والمواطن.